السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم طبيب بيطري إبراهيم القماش. النهاردة موضوعنا عن إزاي العدوى بتخش المزرعة، سواء كانت المزرعة مزرعة أبقار، حلاب أو تسمين، أو مزرعة دواجن. أعتقد إن فيديو النهاردة أو موضوع النهاردة مهم جدا لحضرتك، لأنه فعلا هحط حاجات إضافات أنت ممكن حضرتك تكون، مع إن هي بسيطة، إلا إنها بتكلفك كتير جدا. يلا خلينا نخش في موضوعنا، لأن موضوعنا مهم جدا. أول حاجة حركة الأشخاص، يعني أنا هأكد بس على بعض الأمراض بسيطة عشان حضرتك ما توش مني كام أمثلة. يعني مثلا حمى الكلعية، لو واحد راح أو حضرتك دخلت مكان في حمى كلعية وحضرتك جيت دخلت مثلا عنبر تاني، هتنقل العدوى للمكان التاني، لأن الحمى الكلعية بتلزق في الهدوم، تمام؟ فحركة الأشخاص داخل المزرعة بتنقل العدوى من مكان لمكان، من عنبر لعنبر، من مزرعة لمزرعة. فناخد بالنا يا جماعة، يعني دايما اللي يخش المزرعة يكون ببركوشة معينة، في احتياطات معينة، مش أي حد يجي يخش عندك المزرعة. ده كان رقم واحد. الموضوع ده مش للأبقار بس، للأبقار وللدواجن. يبقى حركة الأشخاص بتنقل العدوى من عنبر لعنبر أو من مزرعة لمزرعة. رقم اتنين، المعدات والادوات. يعني احنا مثلا حضرتك ممكن تنقل سقايات او علافات من عنبر مريض، تنقلها لعنبر تاني، تقوم تنقل العدوى. فده من الحاجات اللي ناخد بالنا منها جدا، ان المعدات والادوات بيبقى فيها في بعض الاحيان عدوى ممكن تتنقل من عنبر لعنبر تاني. رقم ثلاثة، وده انا بشوفه كتير يمكن في مزارع الابقار اكتر، يعني بحكم خبرتي في مزارع الابقار، انا بشوف مثلا المربي مش متابع عملية التنظيف وتطهير المزرعة. يعني مثلا حضرتك ممكن نشوف المزارع العامل عندك في المزرعة سايب الأبقار بتنام مثلا في مكان مش نظيف، فطبيعي هيبقى عندك التهابات الضرع عالية، تمام؟ حضرتك جيت خلصت دورة الدواجن بتاعتك والأدوات، مالك الأدوات بتاع حضرتك، يعني حضرتك ما عملتش الإجراءات اللازمة في عملية التطهير، فبالتالي هتتنقل العدوى من الدورة دي للدورة اللي بعدها، تمام؟ فخد بالك ان، وطبعا وترجع للطبيب البيطري المختص في العدوى اللي عندك، وايه افضل مطهر يجيب نتيجة معاك في العدوى دي. دي نقطة مهمة جدا يا جماعة. رقم أربعة، خدوا بالكم ان الحشرات والفئران والطيور البرية بتنقل امراض خطيرة جدا للمزرعة. يعني انا عايز اقول لكم ان حيوان دخل المزرعة وفي قراد، ده ممكن ينقل يعمل لك في المزرعه، لو في قراده واحده بس ممكن يعمل لك كارثه في المزرعه. انا عايز اقول لك ان القراده بتحط في المره الواحده 2000 بيضه، متخيل؟ ده بس عدد القراد. ما بقى تعالى بقى للامراض اللي بتنقلها طفيلات القراد، مثلا بتنقل 4 طفيلات دم خطيره لو عندك مزرعه ابقار: تربانيسوما، انابلازما، سايليريا، بابيزيا. فطبعا الموضوع يا جماعة، ان حضرتك تدخل حيوان عندك المزرعة لازم تفحصه لو في اي حشرات او قراد، لان الحشرات والقراد بنقوله امراض خطيرة للمزرعة. يبقى ناخد بالنا ان مكافحة الفئران والقراد والذباب والطيور الطائرة والطيور البرية واي حاجة حشرات موجودة عندك في المزرعة، ده مهم جدا، لان الكلام يعني لان كل الكلام ده بينقل امراض خطيرة عندك في المزرعة. رقم ستة، خدوا بالكم يا جماعة إن الحيوانات الأليفة زي القطط والكلاب بتنقل أمراض خطيرة. يعني مثلا خلينا نتكلم عن التوكسوبلازما. التوكسوبلازما دي لو عندك قطة، أو زي ما بعض الأماكن يقول لك سنورة، ممكن تنقل لك في المزرعة أمراض خطيرة زي التوكسوبلازما. التوكسوبلازما دي بتعمل أبورشن في الأغنام، طراح في الأغنام. فناخد بالنا يا جماعة إن إحنا نحافظ على المزرعة ونمنع دخول أي حيوانات أليفة سواء كان قطط أو كلاب داخل المزرعة، ده من الأحسن، تمام؟ رقم سبعة معانا، خدوا بالكم يا جماعة إن الشاحنات والناقلات اللي جاية عندك المزرعة جايبة أعلاف، ممكن تنقل المزرعة تدخل ممكن وهي داخلة عندك المزرعة تدخل عدوى المزرعة. فمهم جدا إن إحنا ناخد خطوات الأمان الحيوي، إن إحنا أي شاحنة أو ناقلة داخلة المزرعة إنها تتطهر، ولو مش هتتطهر يبقى ما تدخلش المزرعة وتنزل الحمولة بتاعتها بره المزرعة. ملابس الأشخاص والأحذية، يعني دي نقطة حساسة جدا. أنا عايز أقول لك لو عندك مزرعة أبقار أو حلاب أو تسمين أو دواجن، مهم إن العامل يكون له لبس مخصص يلبسه، وهو يكون له غرفة على باب المزرعة من بره يلبس لبس المزرعة، وهو خارج يخلع لبس المزرعة. ده مهم جدا.
مش جاي من بره بعدوى وجاي داخل المزرعه عند حضرتك ونقول لك امراض خطيره. فمهم ان العامل وهو جاي الصبح ياخد دش كده حلو كده قبل ما يشتغل، ويغير لبسه ويلبس لبس المزرعه وهو خارج نفس الكلام. النقطه دي يا جماعه مهمه جدا، مهمه جدا جدا جدا، وممكن تكلفك فلوس كتير جدا. خد بالك ان الملابس الاشخاص وكمان الاحذيه. يعني انا عايز اقول لكم حاجه، لو حضرتك دخلت مثلا بالنسبه للابقار مكان فيه حمى قرعيه، اللي مؤاخذه الفيسز او الجلد زي ما احنا بنقول، يعني لو حضرتك لزقت في الحذاء بتاع حضرتك ورحت مكان والابقار دي كانت مصابه بالحمى القرعيه، حضرتك هتنقل الحمى القرعيه من المكان ده للمكان التاني. فخدوا بالكم ان ملابس الاشخاص والاحذيه بتنقل عدوى عندك داخل المزرعه. رقم 8، وفي دي نقطة مهمة جدا يا جماعة. أنا بلاحظ مثلا أنا كنت أخش مزارع ألاقي أبقار وأغنام. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة يمكن أنت ما تاخدش بالك منها، ولكن أنا مش هخش في تفاصيل، ولكن مهم إن حضرتك تبقى عارف. خد بالك إن مثلا مرض زي البلو تانج أو اللسان الأزرق، المرض ده بيبقى أعراضه خفيفة في الأبقار، لكن لو جه في الأغنام هيعمل لك كارثة، تراح وهيعمل لك بلاوي في الأغنام. والعكس مرض زي المالجننت قطار الفيفر ده بيبقى الاغنام حامل للمرض، لو يجى في الجاموسه او في البقره ما بتتعالجش، نو تريتمنت. فخد بالك يا جماعه، من الافضل لو حضرتك عايز تنجح بلاش الشغل العشوائي ان حضرتك عندك ابقار تجيب لي اغنام، او عندك اغنام وجايب لي ابقار. هتقول لي اصل انا عامل كده من زمان، ولا انت مش كل مره ممكن تعمل كده الامور تمشي معاك. الصح ان احنا ناخد بالنا ان احنا الابقار يبقى ما ندخلش عليهم اي حيوان تاني. حتى لو حضرتك بتربي ابقار وجاموس مع بعض، يبقى تخلي الابقار في صوب يعني، او في جنب، ونفس الكلام الجاموس في الناحيه الثانيه. ومن الافضل ان احنا ما ندخل، نبقى المزرعه بيور، اي ابقار بس، يا جاموس بس، يا اغنام بس. تمام، خدوا بالنا يا جماعه من النقطه دي لانها مهمه جدا. برضو بلاحظ حاجه برضو، ان احنا في مزارع الابقار، مزارع الابقار، الاقي واحد مثلا مربي لي بقره كبيره مع بقره بتحلب مع بقره مثلا تحت عشر، وجايب سايبهم مع بعض، دي كارثه. لان بعض الامراض ممكن تتنقل من الاعمار الكبيره، بتبقى كارير او حامل للمرض تنقله للاعمار الصغيره. فدايما يا جماعه التنظيم في مزارع مهم جدا، يبقى العجول الصغيره عليهم مكان مخصص ليهم، العجلات اللي تحت عشر مكان مخصص فيهم، العجلات العشار في مكان، الابقار العشار في مكان، يبقى المزرعه شكلها كويس، وكده حضرتك بتعمل كنترول على الامراض بشكل اكبر. وعايز اقول لكم يا جماعه في نهايه الفيديو، خدوا بالكم ان الوقايه خير من العلاج. الوقايه بتوفر لحضرتك فلوس كتير جدا جدا، وبتوفر للبلد اللي انت فيها فلوس كتير جدا. فيلا ان شاء الله انا عايز منكم بس الفتره الجايه ناخد بالنا من النقط دي، لان النقط مهمه. وتاني حاجه، اوعى تنسى تعمل شير، تعمل لايك للقناه بتاعتي. اشكركم ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات اخرى. مع السلامه.